غادي نقول لك طنجة راه مدينة ديالي، يعني كنكون انا واحد الشهور يعني في الدار ديالي مع العائلة ديالي، كنمسطو كندوزو ليلة بحال يعني دايما كتبقى تاريخية، فهمتي. جمهور طنجاوي هو أول جمهور ساندني، أول جمهور طلعني، فما عمري كنسى الخير ديال الدراري صراحة. كاين إن شاء الله كاين شي حاجة اللي غترضي الجمهور اللي بحال كنقولوا الأولد سكول مسلم، كاينه شي حاجه اللي غترضي ديك الشريحه عاوتاني، لان كيوصلوني بزاف ميساجات الدراري ديالنا قدامي كيبغيو ديك السيل هذا، واخا نقدروا نقولوا انه ماشي كوميرسيال والشريحه كبيره كتسمع السيل اخر، ولكن خصني ضروري نرضي ديك الناس اللي كيعجبهم ديك السيل هذاك، وهذاك السيل هو باش بدينا هو اللي كنعرفوا نعملوا يعني حنا موالين. شكرا لك. كلمه اخيره ديالك للجمهور اللي كيسمع كنبغي نشكر بزاف اولا فيستيفال زويزه، انا راول هذا المهرجان وكنفتخر بهذا المهرجان، وكنبغي نشكر الجمهور اللي كيساندني دائما واللي كيثيق فيا دائما، ان شاء الله نكون دائما عن حسن الظن ديالهم، ان شاء الله الجديد قريب وكنتمنى يعجبكم، وشكرا بزاف، شكرا على الدعم ديالكم. كيدا نرحبوا معايا كاملين تحت تصفيقاتكم ابن مدينه طنجه ابن مرشان تحياتي، ونشوفكم في ساعة الخير، ودائما جيب العز ولا السلام عليكم. تحياتنا للجميع، برافو مسلم.